مع التوافقات والتوقعات والحاجات دي كلها، اي حد عنده اي سؤال تقدروا تكلمونا خلال الفقره دي وتبعتوا لنا كومنتس على صفحتنا على الفيسبوك، وطبعا سابي اللي منورانا هترد عليكم. ازيك عاملة يا ايه؟ سابي، عامله ايه؟ وحشتيني، وانتي كمان اخبارك ايه؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. سيفي، احنا في موسم، احنا خلصنا خلاص، احنا دلوقتي في الجدي صح؟ لسه في الجدي بس في في نهايته، الأواخر. في الأواخر، بس نقدر نقول ان الفترة ديت او الفترة اللي فاتت اول 15 يوم من السنة او من شهر واحد تبقى في خنقة، الناس كلها مش طايقة بعضها، ناس مخنوقة، الناس زهقانة، الناس مش بتتخانق عارفة مع ليه. بعضها، ايوه كل واحد عصبي وكل واحد متوتر ومتضايق ومش طايق نفسه، فده بيحصل كل الأبراج، مفيش برج عارفة أحسن من ليه؟ برج. أعتقد عشان الناس بتكون حاطة أهداف كده عايزة تعملها مع بداية السنة، بعدين بتلاقي السنة بتبدأ وإحنا ما بنعملش حاجة، يعني ما بنتحركش لا وبنبقى هو بيبقى متوقعين من خوف نفسنا إن أكتر، إحنا هنعمل لا حاجة. بيبقى خوف خروج من سنة كنت نفسك تعملي فيها حاجات أو تتمني إنك تكون حاجات حصلت أنت نفسك آه فيها، وداخلة على سنة جديدة مش عارفة تتفائلي ولا تتشائمي، مش أيوه صح. عارفة هتحصل السنة دي ولا هتبقى بطيخة، هتبقى حمراء ولا هتبقى إيه. فكل الموضوع بيبقى كل الناس بتبقى نفسها في حاجات تبقى أحسن ونفسهم يعملوا حاجات ما بتحصلش ساعات 50% منهم، بس ده كله مش بسبب السنة ومش بسبب سوء تفكير، يعني الخطة اللي بيبقوا عاملينها وازاي بينفذوها هي دي المشكلة، ان هما دايما لما يكرروا نفس الطريقة اللي بيستخدموها في حياتهم لازم يغيروا الزاوية بتاعتهم أو يغيروا طريقة فكرهم، بيبقى الغلط في الشخص أكتر بنسبة كبيرة من الفكرة، الفكرة بتبقى صح لكن اوكي، الشخص نفسه طريقة طريقة التفكير تفكيره. بتاعته هي لازم تتغير لو حس إن هو طريقته ما بقتش تجيب فايدة معاه. اوكي طيب، تعالي بقى نتكلم كده عن برج برج وعن ال 15 يوم اللي فاتوا دول عدوا عليه ازاي واللي جاي بقى ان شاء الله. طب خلاص أنقارن ما بين ده وده. مبدئيا على كل الأبراج الفترة اللي فاتت أوكي ما كانتش تمام، أوكي طب استني، طيب ما انا تليفون من ايه. الو، الو، ايوه مساء ايه، الخير، مساء النور، اتفضلي. ازيك يا ساده؟ تمام انا الحمد بكلم لله. زوجة سامي. هي معاكي، يلا رد. ربنا يخليك. ازيك يا زوجة سامي؟ ازيك عامله ايه؟ سنه حلوه علينا وعليكم ان حبيبتي يا شاء رب. الله. اتفضلي. ايوه زوجة سامي، ازيك؟ تمام الحمد الحمد لله لله. كويس. ممكن اسال حضرتك، بس انا سالتك قبل كده، بس هسالك معلش سؤال تاني. اتفضلي. 15/7، يعني ابني اتولد 15/7. تمام. ابني اتولد 15/7 طيب بس حضرتك، اتسجل 17/7، يا ترى ايه اللي يناسبه؟ ينفع معايا برج 21/9؟ ويا رب تفيديني يا رب يخليك. طيب والتاريخ الثاني طب استني بس، استني دلو. اسمعي بس عشان ما نتلخبطش خليكي في معانا مع التواريخ. حضرتك خليكي معانا، هي هي ابنها ابنها 15 15 7 7 مالناش و9. دعوه اتكتب كام، هي دول اتكتب 17 7. بيسأل هل يتوافق مع 21 9 لو انا فاكره صح. 21 10 ايات 9 9 متهيألي. ميزان، لا ما يتوافقوش مع بعض. السرطان والميزان ما يتفقوش مع بعض، دايما ممكن تبقى العقرب، الحوت، الجدي، لكن الميزان ما يتفقش مع مع السرطان. السرطان. اوكي طيب، هو برضو بتسأل عن برجه خليه عامة. الفترة، يعني السرطان الفترة دي عشان احنا في اول السنة واول 15 يوم الدنيا برضو قلنا على كل الابراج من شوية ما مش حلوة، بس ما يصدقش اي حاجة بتتقال له. مشكلة السرطان راجل السرطان انه عاطفي وحساس وبيصدق اي حاجة بتتقال له. لازم يفكر في الكلام اللي بيتقال له ويسأل فيه، ما يصدقوش وينفذه على طول، هو ده اوكي عيبه، ان هو بيصدق اللي بيتقال له وبينفذ وبيجي بعد كده بيزعل او بيبقى حساس جدا او بيتضايق، لان هو مجرد ان هو اتعشم، اتعشم وبنى هرم، لان ان برج سرطان في الرجاله حالم، بيقعد يحلم بحاجات وتكبر في دماغه، بيجي ما بيحصلش 10% منها بيتضايق او ما بتحصلش خالص. اوكي بس تمام. طيب نرجع بقى نتكلم عن الفرق، الابراج. احنا بوجه عام كل الابراج اول 15 20 ده، حتى في ابراج لغايه يوم 20 في الشهر مش لغايه يوم 15 بس، اوكي كل الابراج كانت عندها قفله او عندها تفكير او مودهم مش حلو. اوكي نيجي بقى نمسك الابراج اللي هتظبط معاهم الفتره الجايه. نمسك الاول برج الحمل. يلا برج الحمل الفترة ديت ابتدى
من يوم 15 ابتدت الدنيا تظبط معاه. ابتدى ينزل، ابتدى يتعامل مع الناس، بس برضو لازم ياخد حذره وبلاش يقعد يتكلم كتير عن حاجات هيعملها. اوكي، لان هو من الابراج اللي نجمها خفيف. برج الثور المفروض ان هو الفتره دي هبتدي يحصد ماديا وعمليا، عنده امضاءات، عنده ترقيه في شغله، عنده فلوس جاياله، ففي حصاد عنده. الجوزاء الابراج الهوائيه هنستنى شويه، الجوزاء، الميزان، الدلو، هنستنى ايه يا سابي؟ لغايه يوم 20 يعني، لسه مضهم. ده 3 ايام يعني. يعني تلات لسه مش من يوم 15 الدنيا ظبطت. لسه اليوم 20، بعد يوم 20 الدنيا تظبط عندهم احسن واحسن. تمام. اوكي. الجوزاء صحيا يخلي بالهم من صحتهم، لكن بوجه عام الدنيا عندهم تمام، بس زي ما انا قلت من بعد يوم 20 الدنيا تظبط اكتر.